السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها حول تطورات الأحداث في غزة وجهود مصر لدعم القضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 26,257 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 64,797 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. أضافت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا و310 مصابين خلال 24 ساعة. وسط موجة قاسية من الأمطار يواجهها النازحون، يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي العنيف على شتى مناطق قطاع غزة، خاصة خان يونس ورفح. جيش الاحتلال استهدف في غاراته حي الجنينة في رفح، بينما قامت مدفعيته بقصف وسط خان يونس والمناطق الغربية للمدينة، كما تجدد القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، والذي تحاصره قوات الاحتلال منذ أيام وتمنع إجلاء الطواقم الطبية والنازحين والمصابين. خان يونس ومنذ أيام يشهد قصفا لا هوادة فيه وقتالا عنيفا بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية، ما أدى إلى فرار آلاف المدنيين وتقليص قدرة مستشفيي ناصر والأمل على العمل إلى حدها الأدنى. العدوان الإسرائيلي طال مناطق أخرى من غزة، حيث قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت عدة قذائف صوب منازل في حي الصبرة وسط المدينة، ما أدى لاستشهاد العشرات. وأطلق جيش الاحتلال الرصاص صوب الفلسطينيين الذين يتنقلون في الأطراف الجنوبية من حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عديد من الإصابات. تلك التطورات تأتي في ظل ظروف مناخية صعبة، حيث أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن الأمطار الغزيرة تغرق آلاف الخيام للنازحين في رفح وخان يونس ومخيم النصيرات ودير البلح ومدينة غزة وشمال القطاع، وتزيد معاناة النازحين. وأضاف أن عشرات الآلاف من الأطفال باتوا ليلتهم وسط الأمطار والبرد الشديد من دون غطاء كاف ولا تدفئة بسبب استمرار انقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز، ما يزيد فرص انتشار الأمراض المعدية ويفاقم من الوضع الإنساني الصعب. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الاحتلال يواصل قصف محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة، ما يهدد سلامة الطواقم الطبية والجرحى والمرضى ونحو 7,000 نازح لجأوا إليها. وطلب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بتوفير الحماية لمقره وطواقمه الطبية والإسعافية بخان يونس. يواجه سكان قطاع غزة العديد من المخاطر، أبرزها القصف الإسرائيلي المتواصل الذي يحصد المئات من الشهداء بشكل يومي. ويعاني الفلسطينيون مخاطر جمة إثر نزوحهم من أماكنهم تفاديا للقصف الذي يستهدفهم مرة أخرى ودون هوادة. لم يتبقى مكان آمن هنا في غزة في ظل وضع إنساني وصحي متدهور بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد جميع المدنيين.
الأطفال منهم والنساء. ويتعرض المدنيون في غزة للقصف والقتل بشكل شبه يومي، حتى النازحون والهاربون من القصف لم يسلموا من الاستهداف المتعمد في ظروف حياتية قاسية جعلت الكثير منهم يسألون أين المفر. احنا طلعنا من غزة بقى فوق اطلاق النار والطخ بعد تهديد الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي رن علينا وقالنا ارحلوا، نزحنا على الزوايدة وهناك صار في قصف وطخ ودينا، طلعنا على الدير، من الدير برضو قالوا اطلع من الدير، طلعنا على خان يونس، رحنا على الناس عارفنا بنينا خيمة قالوا لي لا مش كويسة اطلع على مواصي خان يونس، طلعنا على مواصي خان يونس، بعد مواصي خان يونس وإحنا في الليل ضربوا علينا نار رصاص رصاص رصاص، حتى زوجي تصاب بس ربنا حميد طلعت برانية الرصاصة، وإحنا بنتشرد في الأطفال هدول مش سقعة، يعني إيش ذنب أطفالنا هدول؟ هذه طفلة من 4 شهور طلعت من تنزح معنا، إيش ذنبهم هدول الأطفال؟ إيش ذنبنا إحنا؟ إيش ذنب الشعب كله؟ إحنا إيش ذنبنا نضلنا نتهجر؟ زوجي مريض سرطان وقف علاجه من 3 شهور. ويقول النازحون إن الهروب من الموت إلى الموت هو المفهوم الحالي في قطاع غزة، رغم مزاعم جيش الاحتلال أن هناك أماكن آمنة يجب التوجه إليها للنجاة بأنفسهم، لكنهم وجدوا القصف يأتي إليهم من كل حدب وصوب ودون هوادة. هذه الطفلة من هاج زم بتعيش المعاناة اللي احنا عايشينها في هالهوى والسقعة، ما بتموش هاي من المرض من العيا والأطفال أو ننتشر عنا وباء الكبد وانتشر عنا أمراض كتير في الأطفال، إيش دايل؟ إيش بدكم يانا نموت؟ يا عمي خلصوا علينا وريحونا مرة واحدة وخلص، أما نضلنا إيش دايل؟ وصلنا المصريين إيش دايل؟ معي خلاص كفي، هذا حرام، هذا حرام بيصير فينا احنا، حرام في الشعب والاولاد والاطفال. ويعيش الفلسطينيون في اوضاع مزريه مع نقص الخدمات الاساسيه للحياه وتواصل القصف الاسرائيلي على كل المناطق في غزه دون تفرقه، حتى المرضى لم يسلموا من تلك الهجمات البربريه. رحلتي شقاء وتعب بالمرة، تعبنا كتير كتير كتير، ولفينا من تفلى نتفلى ومن منطقه لمنطقه مش عارفين وين نقعد، خيمة مش ملاقيين نقعد فيها، احنا مورمين عيانين تعبانين رجلينا مورمين، والله حمام بدنا ايام لقينا تو حمام، هذا بجوز من الله هيك. واكد النازحون ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بارغامهم على الخروج من الخيام المتحصنين بها من برد الشتاء ليلاقوا مصيرهم جراء القذائف الاسرائيلية. قالوا لنا الصناعة محل امن وتوقعنا هيك، وطلعنا من الخيام رحت اعبي ميه، اكلت طلق في كتفي وطلق في فخذي، وحرقوا المبنى اللي في الصناعه وراحوا لهم الوكاله لليهود، واليهود قالت لهم معاكم ادونا مهله يومين نهرب فيهم، من اول يوم راح ثاني يوم الصبح بلش يطخ علينا ومعناه وصلنا على الحدود. ويتعرض قطاع غزه لابشع عمليات القصف والتدمير في العصر الحديث، لدرجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية في مشهد لا يفرق بين صغير وكبير، فالجميع أمام آلة الحرب الإسرائيلية سواء. حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم من انهيار مستشفى ناصر في مدينة خان يونس في ظل ضربات القوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة. وقال أدهنوم إن هناك 350 مريضاً و5000 نازح في المستشفى الذي يعاني من نفاد الوقود والغذاء والإمدادات. معاناة قصوى تواجهها مستشفيات مدينة خان يونس بقطاع غزة، حيث يستمر الاحتلال في قصف محيط مستشفى ناصر ومستشفى الأمل، الأمر الذي يعيق وصول المرضى والجرحى ويتسبب في عدم القدرة على تقديم أدنى مستويات العلاج. تصارع المنشآت الطبية في غزة من أجل الاستمرار في تقديم دورها الإنساني في ظل جنون آلة القتل الإسرائيلية التي تبطش بكل شيء غير آبهة بأي قوانين أو مواثيق أو أعراف. قصف مدفعي متواصل على محيط المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة خان يونس، والتي تعاني أصلا من نقص الإمدادات الطبية والغذائية، حتى باتت قدرة المستشفيات على تقديم أدنى مستويات العلاج غير موجودة. عندنا نقص كبير في الطواقم الطبية، احنا حاليا شغالين الطواقم الموجودة في المستشفى أقل من 10% من الطواقم اللي كانت تشتغل طوال فترة الحرب،
أعداد المصابين اللي بتوصل للمستشفى أعداد بشكل كبير، معظمهم بيجوا من المدارس، قصف المدارس والتجمعات السكنية. طبعا المعدات الطبية في المستشفى شبه معدومة، أبسط الأشياء في المستشفى مثلا زي المسكنات وأدوات التخدير غير متوفرة. يعني المريض اللي بوصلنا يعني احنا بنحاول انه قدر الامكان انه نتعامل معه، قدر الامكان انه نحاول نخليه على بقيد الحياة، ما بنحاول انه نعالجه زي ما كنا نعمل قبل هيك، حاليا بس بنحاول نخليه انه كيف انه يقدر يعيش او لا. وبحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية عن الاوضاع بمستشفى ناصر، فان المستشفى امتلأ بالجرحى والباحثين عن ملجأ بعد ان قصفت الدبابات الاسرائيلية المنطقة المحيطة بالمنشأة، مشيرة إلى وجود 350 مريضا وخمسة آلاف نازح يبحثون عن مأوى في المستشفى. احنا مهم معنا في الأطفال، فيش حليب الأطفال، فيش أكل، فيش دكاترة، فيش علاجات، فيش أدوية، زي ما انت شايف الوضع الصحي لا يسمع لشيء، والقسم كله مليان والأطفال وضعهم صعب، فيش ولا دكتور، واحنا في المستشفى محنصرين، ما فيش حد مطلع فينا، وفي أطفال كتير مرضوا هان، فيش دكاترة يعالجوه، فيش أدوية أصلا، حتى لو موجود دكاترة فيش أدوية يعالجوه. ووفقا لمسعفين فلسطينيين، فإن الدبابات الإسرائيلية قصفت أيضا أهدافا حول مستشفى الأمل الرئيسي الآخر الذي لا يزال يعمل في المدينة، مما أدى إلى خلق أوضاع مماثلة. ويرزح معظم سكان قطاع غزة تحت حصار القصف الإسرائيلي في خان يونس والبلدات الواقعة إلى الشمال والجنوب منه، بعد أن تم إجبارهم على النزوح من النصف الشمالي في وقت سابق من العدوان الإسرائيلي والذي يستمر للشهر الرابع. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا يوم الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل إبادة جماعية محتمل في قطاع غزة. يأتي هذا الاجتماع بطلب من الجزائر بهدف إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي حسب ما قالت الخارجية الجزائرية. مزيد ينضم لنا عبر الهاتف الدكتور أيمن أرقب أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك دكتور أيمن. تحية لكم صمد ولكل السادة والسادة المشاهدين المتابعين الكرام. برحب بحضرتك. يمكن هل نعول كثيرا على اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء المقبل بناء على دعوة الجزائر؟ يعني بالتأكيد هذه الدعوة جاءت طبعا لإكمال ما خرج من محكمة العدل الدولية بالأمس، والتي طبعا لم يكن قرارها حاسما، وبالعادة محكمة العدل الدولية قراراتها غير ملزمة وبالتالي تحتاج إلى تثبيت قراراتها بقرار مجلس الأمن. الجزائر طبعا استندت إلى قرارات محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف طبعا عملية القتل ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات، خاصة لدينا قرار 27/20 في موضوع المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وحتى الآن لم ينفذ. ستستند الجزائر بالتأكيد على هذه الدعوة، اللي طبعا ستقوم لاحقا بالمجموعة العربية بتقديم دعوة طبعا بلقاء بتقديم طبعا طلب أو مشروع قرار بوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، تتمكن حتى قرارات محكمة العدل الدولية أن تصبح ناجزة وتنفذ بشكل آخر أقل تقدير، لأن عملية القتل يجب أن يسبق عملية وقف إطلاق النار، وبالتالي هذه الخطوة مهمة جدا. نتمنى أن لا يكون هناك فيتو أمريكي ويكون من مخرجات قرار مجلس الأمن وقف الحرب فورا على قطاع غزة، ونعتقد اليوم نقترب من يعني 27,000 شهيد غير الإصابات، هذا رقم بالتأكيد مهول على منطقة سكانية مكتظة بالسكان، وخاصة هناك إزاحة وضغط كبير جدا في خان يونس وإزاحة على رفح التي أصبح الآن عدد من يسكنها 1.5 مليون. لم يكن هناك تدخل عاجل من مجلس الأمن، هناك جرائم وطبعا إبادة جديدة سترتكب في رفح خلال الأيام القادمة. تتمنى دكتور أيمن ألا يكون هناك فيتو أمريكي في مجلس الأمن، لكن بين التمني والاعتقاد أيهما ترجح؟ يعني للأسف الشديد أتوقع أن الأمريكان يستخدموا الفيتو، كما أشرنا بين التمني والاعتقاد أو التمني والتوقع الفيتو الأمريكي وارد، لأن الأمريكان حتى الآن لم يطالب وقف إطلاق النار. عندما نرى الأمريكان يتحدثون على أنهم سيسعون لوقف إطلاق النار سنجد هذا القرار ينفذ. للأسف الشديد طبعا بتوقعاتنا إن طال أمد الحرب فلن نجد هذا القرار إلا في نهاية
العام الحالي، حيث سيفشل الديمقراطيين فسيوافقوا كما حدث في ديسمبر عام 2016 عندما وافقوا على صدور قرار 23-34 الذي يدين الاستيطان في ديسمبر عام 2016 عندما فشل الديمقراطيين في حسم الانتخابات فوافقوا على تمرير هذا القرار. هذا ما نخشاه بصراحة. رغم كل ذلك نتمنى أن يكون هناك طبعا وقف الضمير لدى صناع القرار في البيت الأبيض، رغم أنا على ثقة بأن من يكون في البيت الأبيض ليس هو الذي يحكم، الدولة العميقة هي التي تحكم وتحدث التوجهات. لكن هو توجه واحد منذ البداية، اللاعب الأكبر في العالم هو اللاعب الأمريكي. يعني التقارير القادمة من العاصمة واشنطن تقول أنه الصراع للرئاسة سيكون بين المتنافسين السابقين، الرئيس الحالي والرئيس السابق، بين الجمهوريين والديمقراطيين كالعادة. هل تخشى أن تتحول القضية الفلسطينية لورقة داخل صندوق الانتخابات الأمريكية؟ لا، هي تحولت. هو موقف الديمقراطيين السلبي من الصراع وصمتهم، رغم أن الجمهوريين أصلا يعني، وترامب نفسه هو سيء في الملف، ولكن هو ترامب أول من اعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل بالضبط، ونقل السفارة الأمريكية، وكان طبعا طرحه ليس محل الدولتين، طرح رؤية هلامية، وكان مصاحب فكرة المشاريع الاقتصادية في المنطقة. هذا صحيح، ولكن معاقبة للديمقراطيين، رأينا طبعا الجالية العربية أمس في لقاء مع بايدن ينسحبوا من، طبعا رفضوا اللقاء فألغي هذا اللقاء، وبالتالي واضح أن العرب والمسلمين وحتى الأصدقاء سيعاقبوا الديمقراطيين على موقفهم على هذه الحرب وتمويلها بشكل كبير جدا، رغم أن القادم هو سيء أيضا. ولكن الموضوع طبعا تصفية حسابات على مقام به الديمقراطيين في تمويل هذه الحرب. ثم الأمر لم يتعلق فقط في الفلسطينيين، في العرب عفوا، أو في المسلمين أو في أصدقائنا، حتى في إصلاحات الرأي، يعني اليهود أمريكا لم يعطوا بايدن، وهذا أيضا له دلالات. حتى هناك احتفال. أعتذر منك دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وأعتذر منك. فصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. جديد، أرحب بكم في هذا الجزء من هذه التغطية والتي نخصصها لآخر التداعيات على المشهد الفلسطيني والجهود التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الصدد. أعرب النازحون في مدينة خان يونس بقطاع غزة عن أملهم في أن يسهم قرار محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرين إلى مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي الوقت لارتكاب المزيد من الجرائم. بعد قرار محكمة العدل الدولية بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، رحب الفلسطينيون بالقرار، لكنهم أعربوا عن أملهم بوقف لإطلاق النار بقطاع غزة. ففي أحد المخيمات بخان يونس كان يتطلع النازحون إلى أن تنهي محكمة العدل الدولية العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري. كل يوم صرنا نعاني من أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى. أنا كلنا نأمل من محكمة الجنائية أنه الوقف الفوري عشان نحقن دماء الناس المتبقية، أو يعني من باقي أفراد الشعب الفلسطيني. إحنا يعني لو كل ساعة بتمر علينا نخسر فيها أرواح ناس بتعزها ومنعزها، يعني أرواح أقارب، أرواح جيران، أطفال أبرياء عزل ما لهم علاقة بهذه الحرب.
وقال النازحون إنهم ينتظرون وقف إطلاق النار كل يوم، معربين عن مخاوفهم باستغلال الاحتلال الإسرائيلي للوقت الذي منحته لها محكمة العدل الدولية لارتكاب المزيد من الجرائم. احنا إلنا 3 شهور واحنا كل يوم بكرة كل يوم بكرة نحن نصير هدنة، نحن بالناشد يعني يوميا بال100 شهيد بال200 شهيد. ليش المحكمة الدولية هذه إنها تعطي اليهود وقت ومهلة إنهم يضلوا يكتلوا فينا ويبيدوا فينا بال100 شهيد وبال200 شهيد؟ هذا يوميا في خان يونس، في رفح، في النصيرات، في مغازي، يعني يوميا في 100 شهيد، في كل منطقة في 100 شهيد. هذا حرام وظلم. كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية بغزة واتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة. طلبت العديد من المدن الأمريكية بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة حماية للمدنيين وإنهاء العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ عام 1948. أصدرت العديد من المدن الأمريكية قرارات بشكل منفرد خلال اجتماعات مجالسها المحلية. تحث الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس لإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين بشكل أسرع. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا، تعتبرها أحكاما مسبقة وعداء مبيتا لتصفية قضية اللاجئين. طلبت الوزارة بعض الدول بالتراجع عن إجراءاتها ضد الأونروا والتي اتخذتها قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، واعتبرتها استباقا للتحقيقات وإجحافا بصلاحياتها ومهامها الإنسانية الإغاثية. أعلنت إيطاليا وكندا وأستراليا تعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. يأتي القرار في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر الماضي على إسرائيل. وكانت الولايات المتحدة أعلنت تعليقا مؤقتا لكل تمويل مستقبلي إلى الوكالة الأممية التي تعد صلب توزيع المساعدات على المدنيين في قطاع غزة. تأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8 ديسمبر من عام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل لاجئي فلسطين. بدأت الوكالة عملياتها في الأول من مايو من عام 1950. المزيد نتابعه في العرض التالي. عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اجتماعا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك في عمان على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.
الاجتماع تناول الأزمة الإنسانية في القطاع والرؤى المستقبلية الخاصة بفترة ما بعد انتهاء الحرب، فضلا عن البحث عن حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى جانب وضع السكان المدنيين في غزة. تجدد القصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات في جنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقتي حولة والقعقور، في المقابل تم استهداف أحد المواقع التابعة للاحتلال في الجليل الأعلى مقابل الحدود مع لبنان. استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. هذا وتؤكد مصر حرصها على التواصل مع الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية في إطار ثوابت الموقف المصري من القضية. نتابع المزيد في العرض التالي. سارعت الدولة المصرية لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لسكان قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعدوان عبر معبر رفح البري ومطار العريش الدولي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين. وقد بلغ حجم المساعدات المقدمة من مصر وحدها لغزة نحو 70% من إجمالي المساعدات المقدمة. منذ الشرارة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، سارعت الدولة المصرية لاحتواء تداعيات الأزمة ومد يد العون للأشقاء في فلسطين، انطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع البلدين. وفي ترجمة فعلية لذلك التوجه،
بادرت مصر بتخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدة الإنسانية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل. لم يتوقف الأمر هنا، فعملت مصر على فتح معبر رفح البري منذ اللحظة الأولى للأزمة لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في الخارج وإدخال المساعدات الإنسانية من وقود ومواد غذائية إلى قطاع غزة. ومع تدهور الوضع في غزة وتزايد الاحتياجات الإنسانية، صارع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لدعم جهود الدولة المصرية في تخفيف معاناة الأشقاء في غزة. ومع تواصل نزيف الدم في غزة، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المواطنين والشباب. كما أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة من إنسان لإنسان، والتي تستهدف طلاب المدارس باختلاف مراحلها لدعم القضية الفلسطينية ومشاركتهم في تعبئة وتجهيز المساعدات الغذائية للأشقاء في فلسطين بهدف إعلاء معنى المشاركة والتطوع والمساهمة في دعم القضية الفلسطينية. وجاءت الفعالية المصرية لدعم فلسطين والتي احتضنها استاد القاهرة الدولي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة الآلاف، لتؤكد على التلاحم الوطني بين الشعب المصري وقيادته السياسية لدعم الأشقاء في فلسطين. شعب مصر الكريم، أؤكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابدين على أمننا القومي المقدس. نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة. الجهود المصرية لدعم غزة كانت محل إشادة دولية واسعة، حيث أكدت الأمم المتحدة أن جهود إغاثة غزة ما كانت لتتم دون دعم الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر وشعبها ساهموا بنصف إجمالي المساعدات المقدمة إلى غزة. وهكذا تمضي الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة في دعم الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. إلى هنا وصلنا بكم لختام هذه التغطية، تقبلوا تحيات فريق عملها وهذه تحيات محمد الرميحي. سلام من الله عليكم ورحمات وبركات.